طيب خلينا نكمل في الايه، خلينا نكمل في الانبوت وكده. لو انا مثلا عايز احط اسم جنب الايه الانبوت، تمام، عشان يوضح ده ايه. انا مثلا حاجه زي دي لوكيشن، انا بقول ان ده هو عباره عن لوكيشن، اعمل ايه؟ عن طريق ان انا احط حاجه اسمها ليبل، تمام. طيب ممكن احط ليبل بشكل مثلا كده زي ما احنا شفنا اهو، ليبل، اكتب تاج اسمه ليبل، او ممكن احط تكست جنب الكلام وخلاص. ولكن الليبل دوت بيديها معنى اكتر، يعني كانه بيديها معنى اكتر وبيخلي كليكبل ريجن، اللي هو الحاجه اللي انت تقدر تضغط. لو انت ضغطت هنا مثلا هيبدا يخليك تكتب على طول، اما انت لو ضغطت هنا انت كده بتضغط على تكست عادي، اما انت لو ضغطت هنا هيجي يقول لك ان انت ايه بدات تكتب، فاهم قصدي؟ فانت على حسب ما انت عايز في الويب سايت طبعا بتاعك الموضوع يرجع لك. طبعا البليس هولدر اللي هو الحاجه اللي هتكون مكتوبه كده بشكل مخفي، هنا ما فيش قيمه، هنا بس مجرد كانه ايه هنت كده بيقول لك ايه المفروض يتكتب هنا. فانا مثلا بقول له هنا انتر كيورد، ماشي، يبقى ده هو ليبلنج انبوت، اللي انت تقدر تحط ليبل على الانبوت علشان اللي بيستخدمه يكون عارف هو بيستخدم ايه. فاليديتنج انبوت، احيانا انا لو مثلا اليوزر دخل، المفروض اللي هو يدخل ايميل مثلا، ماشي، وهو دخل حاجه تانية، هو دخل مثلا يو ار ال او دخل حاجه غلط، فانا عايز اعمل فاليديشن للانبوت دهوت. لو في حصل خطأ يقوم يعمل ايه؟ يقوم مثلا يظهر له ان في حصل مثلا مشكلة هنا. وبالتالي الفكرة اللي انا لما اجي اقول مثلا input type equal email، انا متوقع في الانبوت دهوت اللي انا هستقبل ايميل. لو هي هي ده لو اليوزر مثلا دخل حاجة تانية هقول له لا استنى ستوب، في ايرور حصل. نفس الكلام في اليو ار ال، ده لو تايب يو ار ال، لو هو دخل حاجه تانية غير يو ار ال مش هينفع، تمام. ممكن اتشيك مثلا على ريجكس معين اللي هو الريجولار اكسبريشن، يعني مثلا انا هنا عايز اخيره ما بين ابل واورنج، تمام، فهو الطبيعي ان هو يا اما هيكتب ابل يا اما هيكتب اورنج، صح. وبالتالي انا هحدد هقول هنا باترن ابل، تمام، واورنج، اللي هو لو كتب حاجه غير الاثنين مش هينفع، الفورم مش هتتبعت، هيجي يقول له لا معلش صلح ده الاول، ماشي. ممكن اعمل كونسترين انبوت لماكس لينث، لو انا مثلا مش عايز يخليه يدخل اكتر من 10 حروف يبقى بقول له ماكس لينث بيساوي 10 مثلا، تمام. طب لو انا عايز امنع ان هو يعدل، لو في انبوت مثلا انا عايز امنعه اصلا يعدل من عليه، فانا هخليه ريد اونلي بيساوي ترو، يبقى هو ما يقدرش يعدل من عليه، هي قيمه بس بتظهر له. ودي غالبا بتحصل مثلا في الحسابات، يعني مثلا لو انت لقيت حاجه مثلا برايس بعدين كاستم اللي هي الجمارك مثلا والناتج بتاعهم مثلا، ممكن يظهر في انبوت تالت كنوع من الستايلنج يعني. فاللي انا عايز اقوله لك اللي انت هنا مش منطقي ان انت تخلي اليوزر يعدل على الناتج النهائي، صح ولا لا؟ الفكره كلها ان الناتج النهائي ده عباره عن جمع ما بين الناتجين، وبالتالي مش منطقي اصلا ان ده يبقى اديتبل. يبقى في حالات عندك اللي انت بتجيلك ايه انت اصلا ما بيبقاش ليها لازمه اللي انت تعمله ايه قابل للتعديل او كده. ندخل على موضوع تاني مهم وهو البلوك والانلاين اليمنتس، والحته دي مهمه جدا جدا جدا. مش احنا كنا اتفقنا ان ال HTML انت بتجهز الاستراكشر بتاع الايه، بتجهز الاستراكشر بتاع الصفحه بتاعتك، صح؟ طيب انا دلوقتي نفترض ان انت بتكتب تويتر، نفترض ان انت ايه بتكتب تويتر وعايز تكتب حاجه وبعدين تنزل، يعني مثلا عايز تكتب حاجه لكن تخليها في سطر لوحدها كانها بلوك لوحدها، كانك مثلا كتبت عنوان، انا دلوقتي هكتب ثريد ده العنوان، وبعدين عايز تضغط مسطره وتخليها لوحدها وبعدين تسيب الكلام كل الكلام الباقي جنب بعضه. يبقى الفكره اللي لو جينا نطبقها هنا بقى نعملها ازاي؟ انا عايز احيانا يكون في elements لازم يبقى في مسطره قبلها ومسطره بعدها، يعني نيو لاين قبلها ونيو لاين بعدها، او نيو لاين بعدها، ده الاهم، ان ما ينفعش حاجه تيجي جنبها. يعني لو انا كتبت h1 h1 الاقيهم هما الاثنين نزلوا تحت بعض، ده ال h1 الاول ده ال h1 الثاني. ايات هما ليه ما جمش جنب بعض؟ ايه اللي خلى او h1 عارف منين ان هو المفروض ينزل مسطره وبعدين اللي بعده يتكتب؟ هقول لك انت كده بدات تفهمني. احيانا بيبقى في elements بتكون معموله على ان ال elements كلها تظهر جنب بعضها، زي كده مثلا ده واحد ده اتنين تلاته يظهروا كده جنب بعضها على نفس المسطره، يعني على نفس السطر. او ممكن elements تكون بتقول ايه لا المكان ده هو ده لوحدي انا بس، محدش يقدر اللي هو يشاركني فيه. يبقى مثلا لو انا كتبت h1 تمام هنا اهو، شوف ده في سطر لوحده او ده في بلوك لوحده، وبعدين لما انا كتبت b1 نزل ايه في سطر جديد. شوف هنا بقى في الانلاين، انا كتبت هنا a اللي هو الانكر تاج اللي هو بتاع اللينك، هنا b اللي هو بولد، وهنا input. شوف كده، تعالى شوف كده هو هيظهروا ازاي لو انا كتبت حاجه زي كده مثلا، شوف كله
ظاهر جنب بعضه، كله ظاهر جنب بعضه. طب يا قياد اشمعنى هو هنا كله ظاهر جنب بعضه وهنا كل واحد بيظهر فيه لاين جديد؟ اقول لك علشان فكرة البلوك اليمنت، ان احيانا بيبقى عندي اليمنتس زي ال H1 زي ال B زي ال LI زي ال Table زي ال Form زي ال Div، كل الكلام ده هوت بيبقى ايه؟ بلوك اليمنت، بياخد مساحته الكاملة، ما ينفعش حاجة تبقى جنبه. او الحاجات التانية اللي هي الانلاين زي ال A زي ال B زي ال Input زي ال A ال Image، ماشي؟ يبقى دي من الحاجات برضو الفاندمنتالز لازم تعرفها في ال HTML. حاول بقى تجرب الكلام ده مع نفسك، يعني بعد ما انت تسمع مني النظرية، بعد ما تسمع مني المعنى، تروح لازم تروح في الاديتور وتجرب انت بنفسك، تشوف مثلا لو انت كتبت H1 و H1 ورا بعض هتعمل ايه. يعني مثلا لو انا جيت هنا كتبت H1 تمام وشوية كلام كده، وبعدين كتبت H1 وشوية كلام كده، انت رأيك اللي هي تظهر ازاي؟ تعال نشوف. طبعا في الويب ستورم في خاصية اهو، ده مع ده. طب نفترض ان انا خليت ده، خليته مثلا بي، يبقى ده اللي انت المفروض تعمله. بي برضو خلي بالك بلوك، انا عرفت منين اللي هو بلوك؟ اصلا انا جربتها اهو بي. طب نحاول مثلا نخليه حاجة تانية زي ايه؟ زي انبوت. خلينا نجرب اللي احنا نخليه الاتنين دول انبوت، ماشي؟ يلا انبوت. طبعا انا بضغط انبوت وتاب فهو بيكمل لي لوحده يعني، فدي حاجة جميلة برضو في الايه، في الويب ستون، عشان كده انا بحبه. خلينا نجرب نشوف اهو الاتنين ظهروا جنب بعض. يبقى الحاجات دي طبعا بتعتمد على التجربه اكتر، واللي انت تشوف الحاجه بعينك وتجربها يعني. طيب الجروبنج اليمنتس، دلوقتي انا عايز مثلا ثلاث ديفات. يعني ايه ثلاث ديفات؟ يعني ثلاث اماكن. الديف ده هو زي ما اتفقنا ده تحط فيه كونتنت معين، ماشي؟ عايز الثلاث ديفات ده هي تبقى كلها ليها نفس الستايلنج، اعمل ايه؟ فبدل ما اروح لكل ديف واقول مثلا لا انا عايز مثلا اخلي الباك جراوند بتاعته مثلا ايه، لون جراي، ماشي؟ بدل ما اروح لكل واحد واخلي لونه جراي، اللي انا هعمله ايه؟ هروح للبيرنت. خلي بالك من المصطلح اللي انا قلته، هروح للبيرنت واخلي الباك جراوند بتاعه ايه؟ جراي. يبقى كل اللي جوه هيتطبق عليه نفس الايه؟ الستايلنج بتاع الايه؟ البيرنت. يبقى هي دي الفكره، ان دايما العناصر بتاعه ال HTML مش عناصر مثلا كل واحد كده لوحده منفصل، لا الشكل طبعا هيبقى وحش. يعني شوف مثلا هنا في جيت هاب، هل العنصر ده منفصل عن العنصر اللي وراه؟ هل العناصر دي كلها منفصله؟ لا، دي كلهم متجمعين مع نفس العنصر. يبقى معنى كده ان انا عندي حاجه زي الهيراركي. يعني ايه حاجه عامله زي الهيراركي؟ اللي انا بحدد مثلا بقول ان ده هوت، ان البلوك ده هوت، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مثلا تشايلد للبادي كله، ماشي؟ طيب وان اللي جوه ده هوت ده عباره عن تشايلد للديف، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي تشايلد وبيرنت. يعني ايه تشايلد وبيرنت؟ واضح جدا من الاسم، الحاجه الكبيره ديت هي البيرنت، الحاجه اللي جوه الحاجه التانيه هي تشايلد. يعني ايه؟ يعني الهيدر ده مثلا ده ايه؟ ده تشايلد للبيرنت، ماشي؟ البيرنت اللي هو البادي يعني. الارتكل ها ده موجود جوه ايه؟ جوه البادي، يبقى ده هو تشايلد للبادي، ماشي؟ يبقى الموضوع ماشي بالطريقه دي. في عندي بلوك اليمنتس، او قصدي عندي جينيريك اليمنتس عموما، يعني ممكن احط فيها اي حاجه انت عايز، اي كلام انت عايز تحطه ممكن تحطه في الايه، في الاليمنتس دي. اسمها ايه؟ مثلا عندك الديف، الديف دوت انت ممكن تحط اي حاجه انت عايزها برضو، ولكن خلي بالك هو جينيريك بلوك اليمنت، تمام؟ طيب او السبان اللي هو جينيريك انلاين اليمنت. حد هيقول لي اياد انا مش فاهم جزئيه الانلاين والبلوك، هقول لك ارجع كده هنا هنا. لما انا هقول لك ان الديف عباره عن بلوك اليمنت، يبقى معنى كده ان هو بعد ما يتعمل على الصفحه، بعد ما يتكتب على الصفحه هيبقى فيه لاين، واي اليمنتس بعدها هتيجي بعده. اما لو كان ان لاين كل حاجه هتيجي ايه؟ هتيجي جنبه، ماشي؟ هو بيقول لك ان ده هتبقى حاجه كويسه بالنسبه للسيلكتورز، هنجل ان شاء الله. ال HTML ستايل والبيست براكتسز، بيقول لك يعني في الناس كده قعدوا مع بعض، ديفلوبرز قعدوا مع بعض وقالوا يا جماعه الافضل اللي احنا نعمل كذا، الافضل والله اللي احنا نعمل كذا. يعني هما بيتفقوا مع بعض كانهم بيتناقشوا، كاني بقول لكم ايه يا جماعه، يعني احسن طريقه انت ممكن تخلص بيها الكلام ده من وجهه نظري هي كذا، فانت تقول لي والله يا هي ممكن تكون كذا، فنبدا نتناقش مع بعض ونطلع كانها بشويه معايير او شويه بيست براكتسز، اللي هو حاجات يعني حاجات كويسه انت ممكن تعملها وانت بتكتب الكود، تمام؟ اول حاجه مثلا بالنسبه للتاجز، اللي انت تستخدم لوور كيس، لوور كيس تاج، اللي هو انت مثلا ما تقيش وتعمل لي حاجه زي كده input، تمام؟ حد يقول لي طب يا ايادي هي ممكن تشتغل، هقول لك اه هي ممكن تشتغل واشتغلت بالفعل. انا بكلمك على الستاندرز، البيست براكتس، الحاجات المتوفره
يفضل اللي انت تعملها او الحاجات اللي انت المفروض تتارجتها في الكود بتاعك عشان يكون readable ومفهوم وكلام من ده. use indentation اللي بقى يبقى فيه indentation، ودي اعتقد ان هي واضحة. يعني مثلا هنا خلي بالك الاندنتيشن مش الزامي، يعني هنا مثلا انا ممكن ما اعملش اندنتيشن وهتشتغل، ولكن هو بيقول لك استخدم اندنتيشن عشان ايه، بيبقى شكلها الطف. ماشي. طب الاندنتيشن دوت انا بستخدمه ليه؟ فكر فيها كده، عشان ارفلكت الهيراركي. يعني لو انا عايز اقول ان الميتا ده هي جزء من الهيد او تشايلد من الهيد، المفروض اعملها ايه؟ اقوم ابين ان في مسافه هنا عشان اقول ان دهوت جوه ايه، جوه البيرنت ده، يبقى دهوت تشايلد للبيرنت ده، فابينها عن طريق الايه، الاندنتيشن. اما هقول لك حاجه، انت مثلا يعجبك ان انا اعمل حاجه زي كده، سوري، يعجبك ان انا اعمل حاجه زي كده مثلا؟ بالنسبه لك الموضوع هيبقى مقروء؟ اكيد لا، ما اعتقدش خالص ان حد بالنسبه له هيبقى ان دوت مقروء خالص، تمام، كله في لاين واحد. ولو انت عايز تزود بقى تايتل او انت عايز تغير حاجه فتقعد تدور في الموضوع، طبعا بيبقى صعب ومعقد يعني. فالاندنتيشن حاجه كويسه. اولويز كلوز تاجز، يعني بيقول لك دايما حاول تقفل التاجز. ممكن تستخدم السلاش او اللي هو كلوز السيلف كلوزنج تاجز، اللي هو اللي انت تقفل التاج في نفس الايه، الستارتنج تاج مش الاند تاج، فقال لك ده ممكن برضو. يوز الاتريبيوت نيم ايكوال فاليو فور اتريبيوت، اللي هو يعني الاتريبيوتس بتاعت التاجز اللي احنا اتكلمنا عنها. يوز بلانك لاينز تو بريك اب دوكيومنتس، يعني اللي هو البلانك لاينز كانك بتفصل ما بين الايه، الدوكيمنت. واستخدم الكومنتس عشان لو انت عايز مثلا تقول لي الحاجه ده هيت ايه، يعني مثلا لو انا كتبت دلوقتي كود الانبوت دهوت، فانا ممكن استخدم هنا، طبعا رجعت اهوت شكله وحش قوي، ممكن مثلا اكتب هنا كومنت واقول فيه حاجه مثلا معينه، طبعا ده هيبقى كومنت بالشكل ده مثلا، تمام. الشورت كات اللي انا عملته كان كنترول وسلاش، ماشي، اكيد هيبقى موجود عندك في الاديتور. يبقى جرب الحاجات دي ووقف الفيديو، وبلاش تدخل في جزء السي اس اس الا لما تجرب شويه في الايه، في الاتش تي ام ال.